بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج الترند واللي بالتأكيد جاية بعد مباراة الأمس ما بين الأهلي وصن داونز في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا. كنا نتمنى نكون معاكم النهاردة على الهواء مباشرة والفريق محقق ثلاث نقاط مهمة في بداية أو في الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال إفريقيا. كلنا عارفين في مباراة مؤجلة للأهلي، فالأهلي لعب مباراتين فقط، خسر من الهلال، تعادل مع صن داونز، ولكن في استفادة المفروض تكون من الأخطاء اللي تمت في مباراة الأمس عشان تدارك الموقف خلال الفترة اللي جاية. الأمل لسه موجود ولسه الأماني ممكنة، وحتى لو المشوار صعب والطريق صعب، ولكن المستحيل كلنا عارفين ليس أهلويا. الأهلي دائما وأبدا قادر على تخطي هذه الصعاب، وسبق قبل كده للأهلي كثيرا في مواقف عديدة، بدأ أول جولتين محقق نقطة واحدة ومع ذلك قدر يوصل للمباراة النهائية. مش بقول بس تخطى دور المجموعات، لا، وصل للمباراة النهائية. ولكن ده عشان يحصل محتاج لعيبة تلعب بقوة وعزم ورجولة وروح خلال الفترة اللي جاية عشان يسعدوا جمهورهم بإذن الله، بدءا من مباراة القطن الكاميروني يوم السبت المقبل. طيب، حلقة النهاردة فيها تفاصيل وكواليس كتيرة، وهنتكلم على مباراة صن داونز الأهلي، وكمان هنتكلم على فرص التأهل وفرص المنافسة خلال الفترة اللي جاية، وهنلقي الضوء على مباراة الداخلية والاستعداد لهذه المباراة اللي هتتلعب بإذن الله بعد بكرة يوم الثلاث. مفيش وقت حتى ما بين المباريات المحلية والإفريقية. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وعايز أعرف من حضراتكم وجهة نظركم أو رأيكم، كيف يتدارك الأهلي موقفه في المجموعة في دوري أبطال إفريقيا، وما هي الرسائل للجهاز الفني واللاعبين؟ وجهوا رسائلكم كمان للجهاز الفني واللاعبين. وفي الفقرة الأخيرة إن شاء الله هستعرض معاكم هذا الإجابة على هذا السؤال من خلال تعليقاتكم على صفحات القناة على السوشيال ميديا، سواء صفحة الفيسبوك أو تويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هناخد أكبر قدر من الآراء على هذا السؤال. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يوقع عقد الرعاية الخامس مع شركة شيل، وكمان الأهلي يخاطب الأمن لحضور الجماهير مباراة القطن الكاميروني، وأخيرا صلاح يقترب من باريس سان جيرمان. كل يوم عندنا حكاية ورواية، برشلونة عايز صلاح، باريس سان جيرمان بيفكر في صلاح، صلاح هل هيكمل مع ليفربول؟ كل ده هنعرفه بالتأكيد مع نهاية الموسم، ولكن طبعا الرؤية لسه مش واضحة في مشوار محمد صلاح خلال الفترة اللي جاي. طب نستعرض مع بعض مباريات اليوم النهاردة في مجموعة من المباريات، سواء في الدوري المصري أو كأس الكونفدرالية، دوري إنجليزي، وكمان دوري الأسباني. نبدأ مع بعض بالدوري المصري. في هذه الأثناء يمكن بدأت مباراة سموحة وحرس الحدود، وما زال التعادل السلبي بين كلا الفريقين. مباريات كأس الكونفدرالية والجولة الثالثة في مباريات كأس الكونفدرالية، الساعة 6 يعني بعد أقل من ساعة إن شاء الله، بيراميدز على استاد الدفاع الجوي يستضيف أسكو كارا التوجولي، والساعة 9 من مباريات اليوم على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، الجيش الملكي المغربي بيستضيف فيوتشر في كأس الكونفدرالية. كلنا عارفين إن بيراميدز وفيوتشر في مجموعة واحدة، فنتمنى التوفيق لهم يا رب النهاردة. طيب الدوري الإنجليزي، وفي هذه الأثناء احنا بنقترب من حوالي الدقيقة 72، مباراة في الدوري الإنجليزي ما بين توتنهام وتسبير مع تشيلسي، وما زال التقدم لتشيلسي بهدف مقابل لا شيء. نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الساعة 6:30، مانشستر يونايتد بيستضيف نيوكاسل يونايتد، وده نهائي مباراة مثيرة أكيد ما بين المان يونايتد ونيوكاسل. الدوري الأسباني، منذ قليل انتهت مباراة أتلتيكو بالباو مع جيرونا، بفوز جيرونا ب3-1، والساعة 5:15 في مباراة أخرى في الدوري الأسباني ما بين سيلتا فيجو مع بلد الوليد. أيضا الساعة 7:30 في مباراة ما بين الماريا مع برشلونة، والساعة 10 في الختام مباراة إشبيلية مع أوساسونا. مشاهدة ممتعة النهاردة في مجموعة من المباريات سواء الأوروبية أو حتى الإفريقية، ومباراة في الدوري المصري. دي كانت جولة من مباريات اليوم. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع، عندنا كلام مهم جدا، وهنبدأ كلامنا في الحديث عن حفل توقيع عقد الرعاية مع شركة جديدة، شركة شيل، راعي جديد مع النادي الأهلي خلال الأربع سنوات القادمة، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة كان في مؤتمر خاص برعاية النادي الأهلي، ويمكن ده الراعي الخامس مع النادي الأهلي في الأربع سنوات القادمة.
النهارده عقد مؤتمر صحفي للاعلان عن حفل توقيع رعايه جديده مع احدى الشركات اللي بالتاكيد مستمره مع النادي الاهلي في الفترات السابقه 10 سنوات، شركه شيل اللي بالتاكيد مستمره في شراكه مع النادي الاهلي، بتجدد هذه الشراكه ومستمره مع الاهلي خلال الاربع سنوات المقبله. الحفل بالتاكيد حضره مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وشهد بعض الفقرات والحديث عن الاستراتيجيه اللي هيعقدها الاهلي خلال الفتره اللي جايه واهميه عقد الرعايه اللي بيتم مع الشركاء الرئيسيين مع النادي الاهلي. والنهارده قدامكم طبعا على الشاشه الكابتن محمود الخطيب بيشارك في توقيع حفل عقد الرعايه، وهذا الحفل هو العقد الرعايه الخامس مع الشركات اللي حريصه على الاستمرار مع النادي الاهلي والعمل مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. طيب كابتن محمود الخطيب النهارده كان ليه كلمه مهمه جدا اتكلم فيها في تفاصيل كثيره، وراح اتكلم في نقاط مهمه جدا، وكمان كانت ليه رساله لجمهور النادي الاهلي بخصوص المرحله المقبله، وليه مجلس الاداره بيشتغل في الفتره الحاليه على تطوير البنيه التحتيه، صيانه الفروع والمقرات، والعمل على تطوير قطاع الكوره ورعايه اكثر من 19 لعبه رياضيه. عشان تقدر تشتغل في كل ده لازم تشتغل على فكره التسويق والعلامه التجاريه وزياده المداخيل الماليه في ظل المراحل الصعبه اللي بتمر بيها الكوره في العالم وفي مصر تحديدا وفي القارة الإفريقية. تعالوا مع بعض نسمع ونشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب، لأن فيها رسائل مهمة جدا محتاجين نسمعها كلنا مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني طبعا بمناسبة الأيام المباركة اللي احنا بنعيشها دلوقتي وقرب قدوم شهر رمضان الكريم، وإن شاء الله شهر مبارك علينا جميعا وعلى بلدنا إن شاء الله، ويا رب يعم الخير والسلام على علينا جميعا باذن الله. النهارده الحمد لله يوم جديد وشراكه جديده مع الراعي الخامس للنادي الاهلي. والحقيقه طبعا برضه هو امر بيسعدنا جدا، لان من خلاله بنحاول نحقق مصلحه النادي الاهلي. في البدايه بس خليني ارحب بالسيد المهندس خالد قاسم مدير شركات شيل مصر، وكمان ارحب بالسيده الاستاذه امال الشيخ المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركه شيل للزيوت مصر، وجميع قيادات الشركه، جميع الساده الحضور والاخوه الاعلاميين. الحقيقه كلكم مشرفينا. يعني في البدايه لازم اتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى، لانه بالرغم من صعوبات كتيره جدا يعني بتمر بالنادي وبتقابلنا وتحديات كتير جدا جدا بنواجهها، احنا بنسعى دايما بنعظم مواردنا ونحاول نوفر احتياجات النادي الاهلي. عندنا زي ما قلت قبل كده النادي الاهلي يمكن النادي الوحيد في الشرق الاوسط اذا ما كانش في العالم يعني اللي يملك أربع مقرات لحد دلوقتي. المقر الرئيسي جزيرة، وبعدين مدينة نصر، مدينة الشيخ زايد، والحمد لله التجمع دلوقتي، غير فرع آخر اسم النادي الأهلي عليه، والنادي الأهلي مدي النوهاو لإدارة هذا العمل في الأقصر. ما أعتقدش أن هناك نادي في العالم عنده هذه المقرات، وما اعتقدش برضو ان هناك نادي في العالم عنده اكتر من 19 لعبة. 19 لعبة الاطفال الصغيرين لغاية الفريق الاول رجال وسيدات، على اساس ان احنا دي رسالة، ورسالة محملين احنا مسؤولية كبيرة جدا تجاه بلدنا، ان احنا ازاي ندعم منتخبات مصر أو مصر في كل الألعاب. وده دور كبير جدا للنادي الأهلي، والحمد لله أعتقد في معظم الألعاب اللي موجودة النادي الأهلي بيمثل أكتر من 50% من اللاعبين إذا ما كانش أكتر من ده في كل الألعاب. دي مسؤولية كبيرة جدا، لكن النادي الأهلي حريص إن هو يقوم بدوره وبدوره الوطني تجاه بلده وتجاه النشء الصغير وتجاه الشباب. إزاي نوصل رسالتنا وإزاي نوصل ده لكل شرائح المجتمع بدور وأدوار المفروض الأندية الرياضية كلها.
يعني برضو عايز اقول ان احنا كمان الحمد لله من خلال الرعايات ومن خلال الشراكات الموجودة دلوقتي حاسين ان احنا بنحاول بقدر الامكان، يعني بنحاول نحقق نجاحات، والحمد لله في نجاحات اتحققت، لكن كمان ما بننساش ابدا ثوابت وقيم ومبادئ النادي الاهلي اللي المفروض احنا اتربينا عليها من اساتذتنا اللي سبقونا، وان شاء الله ننقلها للي جاي باذن الله. التعاقد مع شركه شيل، شركه كبيره جدا في مجال الطاقه والبترول، ليها دور كبير جدا في مصر والعالم اجمع، والنادي الاهلي زي عادته دايما بيعمل شراكه مع كيانات اقتصاديه كبيره وعملاقه، شركه تعكس قيمه الاهلي وشعبيه الاهلي العالميه، وايضا تعكس قيمه الشركات والكيانات الكبيره، طبعا منهم شركه شيل. لكن هناك شريك دائم، شريك في كل خطوه منذ انشاء النادي الاهلي 1907 لغايه النهارده، في شريك دائم. شريك الدائم ده هو جمهور النادي الاهلي، جمهور واعي، جمهور عنده وفاء وعشق كبير جدا جدا لنادي. احنا دايما بنراهن على جماهيرنا وهنفضل نراهن عليهم، لانهم فعلا دايما في ظهر النادي الاهلي، مش بس في المواقف الحلوة والبطولات، حتى في المواقف الصعبة اول ما من اللي بيساند وبيدعم هو جمهور النادي الاهلي. وكمان الحقيقة دافع ومحرك اساسي لمنظومة النادي الاهلي، ودوره كبير جدا في تحقيق كل البطولات، ودوره اكبر في دعم شركاء النادي. فانا بعتبره ده شريك اساسي بالنسبة لنا في كل خطوة بيخطوها النادي الاهلي. كمان عايز اشكر كل المؤسسات الوطنية في الدولة اللي بتساند كل الكيانات الناجحة، سواء كانت رياضية او غير رياضية او في اي مجال، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. عايز مرة تانية اشكر الاستاذ امال الشيخ وكل المسؤولين في شركة شيل لحرصهم على التعاقد مع النادي الاهلي، وان شاء الله تكون شراكة ناجحة باذن الله وتحقق مصلحة جميع الاطراف ان شاء الله. كل اللي انا عايز اقوله بقى، عايزين نعهدكم على الاستمرار العمل بنفس الجهد والاخلاص اللي كل الساده الزملاء مجلس اداره واداره تنفيذيه وجميع العاملين وجميع اللاعبين كلهم ليهم هدف واحد، وهو كيفيه يعني ان احنا نحافظ على النادي الاهلي يكون دايما في المقدمه. يعني بنعهد الناس كلها ان احنا نستمر في مواجهه اي ظروف صعبه وتحديات راهنه ومسؤوليات كبيره جدا في ظل ظروف زي ما قلت، ظروف من الصعوبة اللي احنا بنمر بيها، اللي بيمر بيها العالم كله مش بس احنا بس، لكن الظروف دي بتتطلب مننا دايما ان احنا يعني يكون هناك افكار جديدة، يكون هناك افكار مبتكرة ازاي ان احنا نحقق مصلحة النادي الاهلي، والمصروفات العالية جدا جدا الموجودة لكل شبابنا اللي موجودين في كل الالعاب الرياضية ومنشآت النادي الموجودة ومصروفات النادي اليومية. الناس ده موضوع ضخم جدا، احنا محتاجين اكتر من رعاية عشان ان شاء الله نعمل التوازن اللي موجود ما بين المصروفات والإيرادات. وكمان عشان يستمر النادي الاهلي بإذن الله في اداء رسالته، وان شاء الله دايما يبقى النادي الاهلي رقم واحد. بشكر جميع السادة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب، ويمكن عاقب الكلمة مباشرة كانت في ردود فعل إيجابية من السوشيال ميديا ومن جماهير النادي الأهلي، خاصة فيما يتعلق بالطلب اللي كابتن الخطيب من جمهور النادي الأهلي بالدعم والمساندة في المواقف الصعبة. يعني عارفين انتوا الهتاف الشهير على الحلوة والمرة معاه، فكرة انك تكون موجود في المواقف الصعبة والتحديات الصعبة ده بيبقى أهم كتير جدا من أي توقيت أنا بكسب فيه أو بحقق فيه بطولات. فإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية مع التحديات الصعبة اللي بيواجهها الفريق على مستوى ضغط الماتشات والنتائج اللي ممكن في بعض الأحيان ما تبقاش فيها استمرارية، نتمنى يا رب بإذن الله يكون فيه دعم مستمر، وفي نفس الوقت كمان بقى الدعم ده كمان اللعيبة تقوم يعني برد هذا الانطباع من جماهير النادي الأهلي وتحقق مكاسب وتسعد الجمهور خلال الفترة اللي جاية. دي كانت كلمة مهمة، وكان مؤتمر ناجح بكل المقاييس في عقد رعاية جديد إن شاء الله بإذن الله يكون إيجابي وشراكة ناجحة
كالعادة بين النادي الأهلي وكل الرعاة الموجودين خلال الأربع سنوات القادمة. والنهاردة كان بالتأكيد حفل رعاية مع شركة تشل. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم بقى على مباراة صن داونز، ونتكلم على مباراة الداخلية، وفي نفس الوقت نشوف مين الغيابات وكمان فرص التأهل والصعود وإيه اللي ممكن يتحقق خلال الفترة اللي جاية، لأن لسه الأماني ممكنة. طيب هنتكلم على مباراة الأهلي وصن داونز بالأمس، وطبعا كنا نتمنى ان يكون في فوز وثلاث نقاط، لان بعد فوز الهلال على القطن الكاميروني في جروة اصبحت حسابات المجموعه واضحه، محتاج ايه في القاهره، ايه اللي ممكن تحققه في المباريات الخارجيه عشان تحط قدم خلال الفتره اللي جايه عشان تتاهل الى الدور ربع النهائي. ولكن في جزئيتين عايز اتكلم فيهم بخصوص مباراه الاهلي وصن داونز. اولا لازم جمهور النادي الاهلي يعرف ان النادي الاهلي لما بيشارك في المباريات الإفريقية الهدف الأساسي بالنسبة له الوصول للأدوار النهائية والمنافسة على اللقب. إذا لم يتحقق ذلك على الأقل بتتأهل من دور المجموعات، فدي نقطة لازم كلنا نتفق عليها. النقطة الثانية، ألف ب أكيد لما بتلعب مباريات في دور المجموعات على أرضك لازم تحقق النقاط الكاملة، 9 نقاط في 3 مباريات، ولكن في بعض المناسبات وده حصل حتى في النسخ القريبة، احنا بنتكلم مثلا في اخر 5 6 نسخ، الاهلي في اول مباراتين احيانا بيخسر ويتعادل او بيتعادل وبيخسر، يعني بعد اول مباراتين ممكن يحقق نقطة، ولكن في 3 نسخ الاهلي قدر يوصل للمباراة النهائية، فبالتالي ما ترميش الفوطة بدري، دي نقطة مهمة جدا، عايز اوجهها للعيبة والجهاز قبل الجمهور، دي نقطة مهمة جدا. الجمهور حقه يبقى زعلان ومتضايق، ولكن امبارح كولر قال جملة مهمة، انه حزين من النتيجه ومن ضياع الفرص، وهيحاول قدر الامكان يعالج الاخطاء رغم ضغط المباريات ومفيش وقت مناسب لتصحيح الاخطاء ما بين كل مباراه والتانيه، لكن فكره تحمل المسؤوليه ومعرفه ان في نتائج متذبذبه ده اكيد بيخلي الجهاز الفني واللعيبه عارفين المسؤوليه الملقاه على عاتقهم عشان المرحله اللي جايه. طيب فبالتالي معنى انك حققت نقطه من مباراتين ده مش نهايه المطاف، لا لسه عندك فرصه للتاهل، وفرصه للتاهل اول وفرصه للتاهل تاني، وايا كان ترتيب المراكز اول او تاني، انت بالعكس انت كل ما بتبقى في تاني بتوصل فاينل، فالترتيب المراكز ما يفرقش، لكن المهم انك تتاهل. بس عشان تتاهل محتاج حاجه واحده، انك المباريات اللي جايه اعتبرها مباراه كؤوس ما فيهاش هزار. يعني احنا امبارح كنا بنتكلم على ان ال3 مباريات اللي على ارضك 9 نقاط دول مهمين، وتحقق نقاط ايجابيه خارج ارضك 3 أو 4 نقاط يبقى كده اتاهلت، لكن دلوقتي انت محتاج تتعامل مع المباريات الخارجيه وكانها على ارضك، لازم تكسبها. فنتمنى الفترة الجاية يكون في تعديل لهذا المسار خلال الفترة اللي جاية. مباراة امبارح كانت صعبة على فكرة، فريق صن داونز من أفضل الفرق اللي بتلعب كورة في دوري أبطال إفريقيا، وكان يفضل إنك ما تجاريش الفريق لغاية الدقيقة 90، لأن فريق صن داونز من الفرق اللي بتلعب كورة، مش فريق بيتعامل على الناحية البدنية أو تضييع وقت أو بعض المدارس الأخرى اللي أنت بتواجهها في دوري الأبطال، لا فريق زي ما بيقولوا يعني برازيل إفريقيا بيلعبوا كورة على الأرض، عنده سرعات. وامبارح حتى المدرب بتاع صن داونز يمكن خرج رأس الحربة ونزل لعيبة أطراف بتلعب على السرعات وقدر يحقق التعادل. كنا نتمنى الأهلي بعد 2-1 يقفل نص الملعب، ولكن أنا ماليش في الأمور الفنية قوي، ده كلام كل الناس الفنيين اللي اتكلموا على نتيجة المباراة امبارح. طيب فرص التأهل وفرص الصعود موجودة ولا مش موجودة؟ لا موجودة، بس إزاي بقى؟ دلوقتي ترتيب الصدارة صن داونز 7 نقاط، الهلال 6، الأهلي نقطة. السبت اللي جاي مباراة مؤجلة مع القطن، احنا لسه طبعا بنتكلم على الفرص، فاكيد لازم باذن الله ان شاء الله تتفوق وتفوز ب3 نقاط عشان تحط رجل بسيطه جوه المجموعه، هيبقى عندك 4 نقاط. طيب الجوله الرابعه انا بعتبرها هي الجوله الفاصله في مساله التاهل. ليه؟ لو رجعت من صن داونز من بريتوريا وانت كسبان صن داونز يوم 11 مارس بنسبه كبيره انت متاهل، بنسبه كبيره انت متاهل، لان وقتها انت هيبقى عندك 7 نقاط وصن داونز 7 نقاط، وهيروح للهلال والهلال ساعتها هيكون كسبان القطن مثلا عنده 9 نقاط، فالمباراه اللي يبقى بين الهلال وصن داونز هي مباراه تحديد المصير، الكسبان فيهم يتاهل مع الاهلي. فانت مهم جدا تروح بريتوريا وانت بتلعب على المكسب. صعبه؟ صعبه، ولكنها ليست مستحيله. عايز تكسب وتحافظ على حظوظك وانت بطل افريقيا، اكسب صن داونز بريتوريا. دافع عن اسمك ومكانتك في القاره الافريقيه، تكسب صن داونز في جنوب افريقيا. صن داونز كسب الاهلي السنه اللي فاتت هنا في مصر، فانت لازم تلعب على المكسب هناك. هتقول لي افكر في التعادل؟ ممكن التعادل ممكن يبقى ايجابي، ولكن هتنتظر نتائج الاخرين، لان انت لو تعادلت هيبقى عندك 5 نقط
وسان داونز 8 والهلال 9، لان الهلال طبيعي ممكن يكسب القطن طبعا في السودان بنسبه كبيره، فيبقى الهلال في الصداره 9، سان داونز 8، الاهلي 5. الجوله الخامسه انت رايح للقطن الكاميروني في جروه يوم الجمعه 17 مارس، نفس الامر القطن الكاميروني بالنسبه للاهلي 6 نقاط، مش 3 نقاط هنا ونعمل تعادل بره، 6 نقاط عشان تحافظ على حظوظك. فتكسب ان شاء الله، اذا تعادلت مع سان داونز وكسبت القطن تبقى 8 نقاط. كسبت سان داونز انت كده حطيت رجلك بشكل كويس وعالجت النتيجه اللي امبارح طلعت بيها في ملعب السلام، ولكن تعادل مع سان داونز وكسبت في القطن هتبقى 8 نقاط، والهلال 9 وسان داونز 8. ماتش سان داونز والهلال ده هيبقى حاسم في امور كثيره جدا، وانا يهمني الماتش ده هو بيتلعب فرقه عايزه تخلص على الثانيه، لان لو نتيجه الاهلي لا قدر الله سلبيه سهل جدا تلاقي في المباراه دي سان داونز بيكسب الهلال بيكسب اي حد بيصعد الثاني للدور الثاني، وده بيحصل في مباريات افريقيه عديده. بنشوف فرق لما بيكون الاهلي داخل في منافسه او الزمالك او اي فريق مصر او حتى الترجي وعنده مساحه انه يطلع باقل الخسائر ممكن يلعب بالصف الثاني يطلع متعادل، فبالتالي يتاهل هو والمنافس ويبقى بعد او اضر بنتائج الفريق اللي ممكن يكون مرشح للقب. وانتوا اكيد فاهمين ان اللعبه دي موجوده في الكوره، حتى في كاس العالم حصلت في ماتشات ما بين منتخبات كبيره، البرازيل مع النرويج لما طلعوا المغرب، بتحصل الامور دي كتير جدا في سيناريوهات ماتشات الكوره، وبالتالي مهم جدا تعمل نتيجه ايجابيه في بريتوريا. حتى التعادل لازم تعمله بنتيجه ايجابيه اكتر، لانك ممكن توصل لمرحله المواجهات المباشره. 2-2 في القاهره يبقى لازم تضاهيها 2-2 في بريتوريا، او يبقى في نتيجه اعلى من كده، او تكسب مكسب 1-0 ده اعتقد يحطك في المجموعه من تاني ويدخلك في المنافسه بشكل قوي جدا. كولر، احنا معانا جزء من المؤتمر الصحفي ولا لسه؟ طيب، كولر امبارح اتكلم في المؤتمر الصحفي بخصوص احداث المباراه والتحضير للفتره اللي جايه. نطلع نشوف كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي، وبعديه فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. أنا زي ما قلت بيبقوا ثلاثة أنا اللي بحددهم، وواحد منهم هو اللي بيخش، ولكن مش هقول مين الثلاثة التانيين لأن الموضوع خلاص، يعني الكرة ضاعت خلاص. بالنسبة للنقطة الثانية، عشان خاطر نحل المشكلة دي ممكن نحلها عن طريق التمرين، التمرين الفردي أو التمرين المكثف. إحنا ما عندناش وقت نتمرن، إحنا بنلعب كل يومين كل ثلاث أيام ماتش، وبالتالي بيبقى ما فيش اي وقت ان احنا نقدر نمرن اللعيبه. الوقت النظري اكتر بقى من الوقت العملي حاليا، لان ما فيش وقت للتدريب مع ضغط الماتشات الرهيب ده، فاللعيب بيحتاج ان هو ياخد ثقه، بيحتاج ان هو يتمرن على الحاجات دي. احنا مش عندنا الوقت ولا الاريحيه ان انا اقدر اشتغل مع اللعيبه بشكل كبير ان هو ياخد اللعيب ياخد الثقه ويزيد في الحته دي في الامكانيات اللعيبه اللي عندي. ليه العب بثلاثه في نص الملعب وافقد قدرات هجوميه؟ هيبقى كده معناها ثلاثه في نص الملعب زائد الاربعه اللي ورا، يعني بدافع بسبعه، ده معناه ان انا مش هطلع قدام، يعني قدراتي الهجوميه بتقل بشكل كبير جدا، ودي مش الكوره بتاعتي، انا مش هعمل كده. انا فلسفتي اللعيب بيحتاج وقت عشان خاطر ان هو يلعب ويثبت نفسه ويقدر ان هو يعمل الحاجات اللي انا بقول له عليها. لو ايه اللي كان هيحصل لو كان واحد فيهم قبل ما يتغير كان جاب جون، كلامكم كان هيتغير ولا لا؟ هي دي كره القدم، فيها احيان قرارات، احيان ببقى انا برضو بفكر في حاجه مشابهه، لكن في النهايه هي المدرب هو اللي بيقرر، ودي صعوبه المهنه. احيانا القرار بيبقى صح، احيانا بيبقى غلط، هي دي كوره. انا متاكد ان كنا كسبنا النهارده ما كانش السؤال ده هيتسال. طيب، دي كانت تصريحات مارسيل كولر عقب مباراه الامس وكلامه في المؤتمر الصحفي، والراجل يمكن اشتكى من جزئيه بس انت هتواجهها على مدار الموسم مستر كولر، فكره ضغط الماتشات وما بين المباراه والثانيه 72 ساعه او 48 ساعه ما فيش فرصه لتصحيح الاخطاء. نتمنى الفتره الجايه يكون في استفاده من اي خطا بيحصل، لان للاسف حتى في كاس العالم للانديه كانت في بعض الاخطاء قلنا هنتداركها، لكن امبارح برضو للاسف برضو كانت في تكرار لحاجات معينه. نتمنى يا رب قبل مباراه سان داونز والقطن الكاميروني الامور دي تتغير، لان المنافسه الافريقيه مهمه جدا للجيل ده في التوقيت الحالي وانت بتنافس على الدوري. طيب، النهارده الفريق استأنف تدريباته بالنسبه لمباراه الداخليه، طبعا ضغط الماتشات بقى بيعمل اصابات واجهاد. امبارح في تغيير اضطراري لياسر عبد المنعم،
قصدي لمحمود متولي ونزل مكانه ياسر عبد المنعم، تغيير اضطراري لمحمد عبد المنعم ونزل مكانه خالد عبد الفتاح. فاحنا بنتكلم اثنين قلبي الدفاع امبارح خرجوا بسبب الاصابه. ايضا كمان حسين الشحات خرج شعر باجهاد واصابه. كلام بيتقال برضو ان علي معلول عنده اجهاد عضلي، الله اعلم ممكن يلحق مباراه الداخليه ولا لا. السوليه توقيت عودته بعد العوده من السودان قبل مباراه سان داونز ما كانش فيه غير يومين ثلاثه، فما خدش الفتره الكافيه من التدريبات عشان يلحق مباراه سان داونز. هل السوليه هيبقى جاهز على مباراه الداخليه؟ ده هنعرفه بكره باذن الله في التدريب المسائي اللي هيكون حوالي الساعه 5. فده الشكل العام بخصوص الغيابات اللي ممكن تكون موجوده في مباراه الداخليه. قلبي الدفاع متولي ومنعم، الشحات، معلول، السوليه يرجع ولا ما يرجع، يعني كل ده هنشوفه خلال الفتره اللي جايه. ده يمكن ده ياسر ابراهيم واحمد نبيل كوكا. ان شاء الله باذن الله على مباراه الداخليه يكون الفريق جاهز، ويعني طبعا ال 48 ساعه دي تبقى فرصه للاستشفاء بنسبه كبيره. قدامنا كمان حتى في صوره الملعب مش كل الفريق موجود قدامنا، احنا قدامنا بس المجموعه اللي مشاركتش في مباراه الامس، او حتى اللعيبه اللي نزلت في التغييرات في اخر 10 دقائق او ربع ساعه، لان التغييرات كلها للاسف كانت بعد حوالي الدقيقه 60. يعني ما فيش غير تغيير اضطراري اتعمل ما بين الشوطين لما خرج محمود متولي ونزل ياسر ابراهيم، لكن كل التغييرات كانت بعد الدقيقه 60. فالنهارده اكيد زي ما انتم شايفين حتى يعني اللعيبه حتى اللي شاركت في جزء من المباراه زي طاهر محمد طاهر، زي ياسر ابراهيم، زي كمان خالد عبد الفتاح، كلهم موجودين في التقسيم. عايز اشيد واحيي بامانه مروان عطيه، امبارح عمل مجهود بدني كبير جدا وتحركات فنيه كبيره جدا. وانتم عارفين حتى في التحليل او السكاوتنج لما بتيجي تعمل التحركات في ارضيه الملعب، بسم الله ما شاء الله، يعني مروان عطيه يمكن قطع مسافات كبيره جدا وجري كتير جدا في مساحات كتيره من ارضيه الملعب استاد السلام. ونتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يعني يكون اضافه قويه مع حمدي فتحي ومع السوليه واليو ديانج، لان مروان عطيه انا شايفه اضافه كبيره جدا جدا لخط وسط النادي الاهلي. بالتوفيق يا رب يا مروان، قدمت بامانه يعني ورقه اعتمادك داخل النادي الاهلي، مش من ماتش امبارح بس، الماتشات اللي فاتت. نتمنى الاستمراريه، لان اكتر حاجه بتضايقنا فكره الاستمراريه يا جماعه. مهم جدا وانت في الاهلي تلعب على الاستمراريه، تكسب. انت ممكن تعمل مباراه كبيره وتخسر، بس ساعتها هتلاقي الناس بترفع لك القبعه وبتحييك على ادائك. فالاستمراريه في الاهلي ده هو معيار نجاحك. تكسب بطوله تخسر بطولتين ده مش معيار نجاح في الاهلي تحديدا، معيار النجاح هو الاستمراريه. طيب نروح بقى لترند الاهلي، يمكن قدامكم على الشاشه يمكن ده جزء من تدريبات الاهلي النهارده اللي كانت بعد الظهر. وطبعا قدامنا جزء اهو لتدريب علي لطفي ومصطفى شوبير، وكان في راحه النهارده اكيد ليه محمد الشناوي. طيب ترند الاهلي، السوشيال ميديا بالتاكيد كان عندها كلام مهم جدا على نتيجه مباراه الامس والاستعداد للفتره اللي جايه. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي اتكتب في ترند الاهلي، والبدايه مع كوره 11، وهنبدا بقى نشوف ايه يعني بعض الاجتهادات. اداره الاهلي تصدر اول قراراتها العاجله تجاه فريق الكوره بعد السقوط في فخ التعادل امام سان داونز والظهور باداء غير مقنع في ثاني مباريات الفريق في دوري ابطال افريقيا. ايه هو طيب القرارات العاجله؟ غرامه ماليه ضد لاعبي الفريق، وانا برد وبقول لك لا في عقوبات ولا بتاع، انت في لائحه اساسا في بطوله افريقيا، تتعادل على ارضك تخسر على ارضك في لائحه بتطبق، كسبت في افريقيا مباراه خارج ارضك في لائحه بتطبق، فلائحه المكافئات والجزاءات معروفه، مش محتاجه قرار يصدر بشكل جديد. ولكن انتوا عارفين طبعا البعض على السوشيال ميديا بيحاول يصدر يعني ايه بعض الاخبار اللي تعمل ريتش ولايك وشير والحاجات اللي انتوا فاهمينها السوشيال ميديا. يلا كوره، مصدر ليلا كوره، الاهلي ينتظر الموافقه الامنيه على حضور 10,000 متفرج لمباراه القطن. ماتش امبارح كان فيه حضور مميز جدا من جماهير النادي الاهلي، ومفيش غلطه مفيش هفوه. نتمنى الماتش اللي جاي يبقى العدد اكتر من كده، يعني استاد السلام امبارح ما يقرب من 10 ل 12,000. المشكله لو حتى الدرجه الثانيه اللي في النص اللي هي مواجهه للمقصوره تبقى فيها جماهير، يعني الملعب لو بيشيل 30 وحضر 15 20، والله يا جماعه الشكل الحضري ده مهم جدا مهم جدا والله حتى في الماتشات. فنتمنى في ماتش القطن الكاميروني يبقى الاعداد اكتر من كده. احنا بنشوف ماتشات افريقيه بعد القرار اللي صدر في 5 فبراير الملاعب كامله العدد، شفنا ملعب رادس، وشفنا في بريتوريا، وشفنا في الجزائر، يعني الجزائر شفنا مباراه الترجي وشباب بلوزداد ما يقرب من حوالي 40 50 الف. نفسنا نرجع لده. استاد السلام لو بيسع 30 ايه المشكله في ماتش القطن يبقى 20، والاجراءات كلها تمشي بشكل كويس، والجمهور امبارح رغم معوقات كثيره لكنها حضرت وشجعت وساندت وازرت، ومفيش غلطه او هفوه حصلت امبارح في ملعب السلام. فدي مناشده نتمنى يا رب يكون في استجابه خلال الفتره اللي جايه. كوره بلس
وتصريح لمدرب القطن الكاميروني هامان جبريل، قال في تصريح: ستكون مواجهة صعبة، فنحن نواجه أفضل فريق في إفريقيا. القطن الكاميروني طبعا نتائجه سلبية، خسر مباراتين، خسر من سان داونز 1-3، خسر من الهلال 1-2، ولكن هو شايف مواجهته مع الأهلي هتبقى صعبة، وبيحاول يعني بيلعب مباراة للشهرة، لأن طبعا فرص صعود القطن هتبقى صعبة جدا، لكن هو عايز يعمل مباراة للشهرة لتسويق لاعبي القطن خلال الفترة اللي جاية. لذلك المباراة يا جماعة هتبقى صعبة، والقطن الكاميروني من الفرق اللي بتلعب بقوة وحماس شديد وفي التحامات واحتكاكات قوية، فنركز في الجزئية دي عشان الماتش هيبقى صعب جدا يوم السبت اللي جاي. حساب بطولات بيقول: القطن الكاميروني يعلن التحدي عبر بطولات، سنحضر إلى القاهرة للفوز على الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم دي تصريحات مش للمدير الفني بقى، للمدير الرياضي الحاج أدامو ساليو حمادو، قال هنحضر للقاهرة يوم الثلاثاء 28 فبراير، هنلعب مع الأهلي يوم السبت 4 مارس، بندرك جيدا إن المباراة صعبة، ولكن احنا جايين عشان نكسب، لأن باقي 4 مباريات هنلعب على التأهل. طبعا فرص القطن صعبة، ولكن هو عايز يوصل رسالة للاعبيه المباراة صعبة عشان يلعبوا بشكل كويس. حساب كورة بلس بيقولوا: بعد تعرضه لإصابة في مباراة سان داونز، محمود متولي يخضع للكشف الطبي لتحديد موقفه من المشاركة أمام الداخلية. متولي امبارح خرج يا جماعة بالمناسبة في الدقيقة 39 أو الدقيقة 40، يعني الأهلي امبارح كمل الشوط الأولاني 5-6 دقايق 10 لعيبة. ليه عمل كده كولر؟ لأنه عايز يستفيد بفترات التوقف الثلاثة، فكان الشوط الأول خلاص على نهايته، فانتظر لإجراء التعديل وينزل ياسر إبراهيم ما بين الشوطين، وبالفعل استفاد بعد كده بالتوقفات في الشوط الثاني، ولكن طبعا النتائج أو النتيجة العامة للأسف 2-2، وكنا نتمنى 2-1 وتخلص على كده، لأن كانت مباراة صعبة جدا. ملعب القاهرة 24 بيقولوا: تفاصيل جلسة التحقيق مع كهربا وقرار جديد من لجنة الانضباط قبل الحكم. النهاردة السوشيال ميديا كلها بلا استثناء اتكلمت على أن النهاردة لجنة الانضباط الجديدة اللي تم تعيينها من اتحاد الكرة وجهت الدعوة لكهربا للتحقيق معاه فيما أسند إليه خلال الفترة الأخيرة، وده يعتبر التحقيق للمرة الثانية. أنا مش هسبق الأحداث، هنستنى ونشوف هل كان في تحقيق، هل في نتائج لهذا التحقيق، هل في قرارات ممكن تصدر الفتره اللي جايه، هنشوف الوضع القانوني ايه في الملف ده اجمالا خلال الفتره اللي جايه، وانا مش هسبق الاحداث خاصه لما بنتكلم تحديدا في شق قانوني او امور قانونيه. دي ابرز الامور اللي كانت موجوده على السوشيال ميديا بخصوص الاهلي. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل باقي فقرات برنامج الترند، ونروح للترند المحلي، لان النهارده في كلام مهم جدا بخصوص الترند المحلي، واجتماع هام جدا في اتحاد الكرة، اجتماع طارئ ومستمر حتى هذه اللحظات. طيب، ملعب القاهرة 24 بيقولوا: بعد الفشل في أمم إفريقيا، قرارات منتظرة من اتحاد الكرة بشأن منتخبات الناشئين والشباب. عندي كلام عايز أقوله في هذا الموضوع. أولا الاجتماع لسه مستمر، لسه مجلس الأستاذ جمال علام لسه مخلص، ولسه مفيش أي قرارات طلعت. فكرة التحضير للفترة اللي جاية، تعيين أجهزة فنية للفترة اللي جاية، انت كده انت بتشيل سين بتحط صاد، ما عملتش حاجة. حجم الأخطاء الإدارية اللي تمت في منتخب الشباب في بطولة أمم إفريقيا كارثية كارثية. لعيبة بتعمل تأهيل خارج المعسكر، اجتماعات بتتم مع اللاعبين بدون الجهاز الفني، اجتماعات لأجهزة المنتخب الأول والأولمبي بدون وجود الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، عدم وجود مباريات ودية وعدم التحضير والاستعداد بشكل جيد، إلقاء المسؤولية على لجان سابقة ومسؤولين سابقين إن هم اللي عينوا الكابتن محمود جابر، عدم الاجتماع بالكابتن محمود جابر ومعرفة متطلباته. الجهاز الفني وهذا الفريق سافر ولعب كأس العرب، وكانت النتائج قدر الإمكان معقولة والكل أشاد، ولكن أكتر حاجة ضايقتني في هذه المسألة إن الكل رايح يتكلم في الأمور الفنية. مشكلة الكرة المصرية بتتلخص في جملة واحدة بس: التخطيط الإداري. أنت عندك مشكلة في التخطيط واضحة وضوح الشمس، لا عندك ناس بتعرف تخطط، ولا عندك ناس عارفة مقومات النجاح للكرة المصرية إيه هي اللي ممكن تتحقق الفترة اللي جاية. والحاجة الثالثة والأهم، الناس كلها بتفكر في مصلحتها الشخصية، مش مصلحة الكرة في مصر ولا مصلحة الرياضة في مصر. من الآخر، مع كامل احترامي لأي اجتماعات بتتم، هنفضل في الحلقة المفرغة دي نلف فيها لعشرين سنة جاية. هتشيل سين تحط صاد في اتحاد الكوره في الاجهزه الفنيه، هي النتيجه. ليه هي النتيجه؟ لان محدش بيشتغل لصالح الكوره. الامور كلها بتدار بطريقه الشلاليه، مين يعرف مين، مين يعين مين مكان مين، لا في اجتماعات، لا في حد بيحضر، لا في رخص تدريبيه للمدربين بقالها سنين، محدش بيطور حاجه للاسف، محدش بيطور اي حاجه. فحتى القرارات اللي هتطلع مش هتفرق معايا الا لو حاجه واحده بس،
لو في مجلس عايز يستقيل عشان نشوف اللي هيحصل الفتره الجايه، وحتى لو في 3 4 عايزين يستقيلوا ممكن بعد الجلسه يستمروا ما يستقيلوش. طيب حساب بطولات اتحاد الكره يستقر على استمرار محمد فاروق مع الخبير الاجنبي الذي سياتي لرئاسه لجنه الحكام خلفا لكلاتنبرج. اهو ده ملف من الملفات على فكره، خبير اجنبي الراجل الانجليزي مارك كلاتنبرج داخل على الشهرين، بقاله شهرين ماشي والدوري يا دوبك باقي شهرين ثلاثه ويخلص، بس وبتشوف هتبحث وتشوف مين وتجيب مين. ده احنا بقالنا شهر بنتكلم على مشاكل وكوارث موجوده في اللجنه، كوارث موجوده في اللجنه ولا حد بيركز ولا حد سامع، وحكام كانت موقوفه رجعت ومحدش بيعاقب حد، وحكام بتتعرض لاصابات محدش مركز. عشان كده بقول لكم المنظومه كلها بلا استثناء مش مشكله منتخب شباب، المنظومه من راس الهرم من فوق. طب نكمل مع بعض ونشوف ملعب القاهره 24. مصدر يكشف مصير تحديثات الفار بعد اتفاق اتحاد الكوره مع الشركه الاسبانيه. يعني ايه اللي هيحصل في التحديثات اللي هتتم؟ هل هتجيب احدث فيرجن بالنسبه لتقنيه الفي ار؟ انا عارف ان مش هيحصل ده. هل هتجيب تقنيه خط التسلل اللي اتطبقت في كاس العالم؟ مش هيحصل. هل هتجيب تقنيه خط المرمى؟ مش هيحصل. هل اصلا انت بتاهل حكام عندك عشان يكونوا مميزين في هذا الامر؟ لا طبعا. هل عندك حد يقدر يحاضر بشكل كويس على صوابع الايد الواحده؟ وللاسف الفكره بالنسبه لنا ندخل 60 70 حكم، لكن المحصله ايه؟ مشاكل كتير. طيب نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، كيف يتدارك الاهلي موقفه في مجموعته الافريقيه والرساله اللي ممكن توجهها للجهاز واللعيبه؟ استاذ علي بيقول لازم يكسب بره وجوه كل الماتشات. استاذ اسامه بيقول الحصول على 12 نقطه عشان يكون مصيرنا بايدينا، غير كده ما اظنش وربنا يستر. استاذ ابو بسمله المصري بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي ليك يا استاذ محمد، اهلا بحضرتك. عشان الروح ترجع لعبت النادي الاهلي تاني لازم لعبت الاهلي تلعب بروح الفانيلا، عشان الاهلي كبير اكبر من اي حاجه ان شاء الله، والتوفيق في اللي جاي. يعني الكلام على فكره ان يبقى في تركيز والناس تحارب على الفرصه. استاذ محمود فوزي بيقول الاهلي يكسب كل ماتشاته الباقيه، ملهاش حل تاني، ما ينفعش الاهلي يكون مستني فريق يخسر عشان هو يصعد. هو ده موجود في سيناريوهات الكوره، ولكن لما يكون مصيرك بايدك احسن بكتير لما تستنى المنافسين. اخر تعليق استاذ احمد منصور بيقول الفوز ولا غير الفوز باذن الرحمن في 3 مباريات على الاقل وتعادل في مباراه، بس وقتها هتستنى المواجهات المباشره لو تعادلت مع سان داونز في جنوب افريقيا. دي كانت حلقه النهارده من برنامج الترند، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وان شاء الله نلتقي غدا في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.